عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم متابعينا في أول حلقات حديث الجارمن أو الجارمن توك. معنا اليوم ضيف مميز، شاب إماراتي يعتبر من أوائل الشباب الذين دخلوا عالم الرياضة منذ حوالي 14 سنة، أحد أعضاء مجلس إدارة أبوظبي للدراجات الهوائية وأحد أعضاء فريق نادي الخوانيق للدراجات. رحبوا معي بضيفنا الكريم أحمد المرزوقي. مرحبا وسهلا أخي أحمد. مرحبتين. مرحبتين أخي. يا مرحبا وسهلا. 17 سنة في مجال الرياضة، والله يعني رحلة طويلة. نعم، أنا بديت من 2007 في البدايات. طبعا أنا في الرياضة بديت يعني قبل، يعني وأنا صغير النادي وشغلات هذه يعني. ما شاء الله. زين، وبس ما بمجال السايكلينج، يعني مجال كرة قدم، ألعاب قوة فترة طويلة، ألعاب قوة في النادي. بعدها يعني الجري والأمور هذه كانت ملازمتني على طول، يعني إلى أن وصلنا 2007 يعني واحد من الشباب قال ادخل السايكلينج. أيوه. ما دخلت طبعا. بعد السايكلينج ما كان يعني في ذروته مثل ما الحين موجود يعني. فدخلنا في موضوع السايكلينج وبديت أول شيء بديت الماونتن بايك. أنت شو اللي خلاك مثلا تواصل من 17 سنة إلى اليوم ما شاء الله؟ يعني الأجواء اللي تكون فيها في السايكلينج غير عن الرياضات الثانية تماما، خاصة الأوتدور. يعني مش في مكان محكور، يعني تلعب كرة قدم تلعب في مجال في نطاق معين. صح. ولكن السايكلينج ممكن تشوفه يعني أنت تقطع مسافات 100 كيلو 150 كيلو، فتشوف البيئة تتغير عليك، أمور كثيرة تتغير عليك. فهذا اللي خلاني يعني أستمر أكثر، خاصة موضوع السفر بالدراجة. يعني بديت أنا من 2010 وأنا أسافر بالدراجة معي، يعني دائما من 2010 إلى الآن. يعني إذا كنت سائر مع الأهل ولا بروحي، قصدي مع الشباب، دراجة معي بشكل دائم يعني. بس في بعض الناس بيشوف أنه في عقبة، أنه مثلا هنا في الإمارات أن الواحد يسوي سايكلينج أوتدور خصوصا في فصل الصيف بسبب الحرارة والرطوبة. أنت كيف قادر أنك تواجه هذه التحديات وقدرت يعني تواجهها؟ وشو نصيحتك للناس اللي مثلا بيحس أنها عقبة أن الواحد بيطلع يسوي تمرين في الصيف؟ الطريقة الوحيدة أن واحد مثلا في أجواء مثل هذه في الصيف عندنا نحن، في عندك أوقات محدودة فقط ما تقدر تطلع غيرها. يعني يا أنك تطلع بعد صلاة الفجر مباشرة وعندك ساعة ونص إلى ساعتين، تكون الحرارة لسه خفيفة، تكون بعدها الأرض بعدها ما سخنت يعني، والشمس بعدها ما طلعت، فأنت تطلع بعد الصلاة مباشرة. فهذا يعطيك بعد شغلة ثانية، أنك أنت الآن تصحى من فجر من وقت. صحيح. فهذا بعد مشكلة ثانية، أن الناس تبغى تسهر، كيف يصحى بعد ساعة؟ نحن نصحى الساعة 4 عشان نطلع سيكل أو عشان نتمرن. فمنو يقدر يسوي الشغلات هذه؟ هذه يبالي شوي إرادة يعني. فأفضل وقت بعد صلاة الفجر. الوقت الثاني اللي يكون قبل صلاة المغرب 45 دقيقة إلى ساعة. قبل كذي ما تقدر، يكون عندك الحرارة تكون وايد زايدة، أرض حارة والشمس فوقك، فوايد صعب يعني. فهذه الأوقات. وبعدين إذا أخرت التمرين إلى ما بعد المغرب، بعد بتواجهك مشكلة ثانية، كنت بتيت في الليل ما بيكون عندك ريكفري صحيح، يعني رقادك ما بيكون عدل. فبعد المغرب بعد الساعة 8 ما تقدر ترفع الهارت ريت، لأنك أنت هارت ريت بيستمر مرتفع لمدة ساعتين ثلاثة قدام. الحل الثاني اللي هو الأمثل، أن الواحد الحين، طبعا قبل ما كانت هاي الأمور موجودة، الحين مثلا عندك ترينر صحيح، تقدر تتمرن اندور. نعم. الترينر الحين موفر لك كل شيء يعني. تمام. مثلا جارمن، أنتم مثلا عندكم التاكس. التاكس عندنا. التاكس يعني من أوائل الشركات اللي طلعت في السوق، وسوت يعني تغيير جذري للموضوع هذا، موضوع التمرين انه يكون في الحر وكذا. لان اصلا الفكره طلعت من اوروبا. اوروبا اللو سيزون كان عندهم وقت الشتاء، تمام، كان جو بارد، فما يقدر يتمرن برا، فيتمرن اندور. فالاجهزه اللي كانوا يستخدمونها في الشتاء نحن نستخدمها في الصيف. صحيح. زين، فالتاكس هذا يعني سوى تغيير شيء مو طبيعي في موضوع السايكلينج وموضوع التمارين. فتتمرن في البيت قدامك الشاشه، تشوف كل ارقامك وتتمرن فيرتشوال. انا اتذكر اول جهاز خدته من تاكس كان سنه 2010، خدته تقريبا قيمته 7000 درهم، كلها وايرات يعني. تتكلم الحين وين وصلنا، وين كنا. زين، تواير ما فيها مثلا نفس الحين. الان سمارت، كان سمارت كله، ولكن روتات كل شيء فيها يعني. الروت اللي كنت اسويه في ايطاليا كنت اسويها في البيت. انا اعرفك من زمان انك تستخدم اكستل جارمن يعني من سنين طويله، فخبرنا عن تجربتك باستخدام هذه الأجهزة. شوف، يعني هل لاحظت أنها ساعدتك في التمرين؟ شوف، أنا بديت مع الجارمن سنة 2007، تمام؟ ما كان موجود في السوق عندنا نحن الجارمن، كنت أجيبه أونلاين.
أول واحد كان عندي أنا تقريباً 305 أصغر جهاز كان. يعني تقدر تقارن الحين تقول اللي موجودة الحين تقول كاسيو وآيفون يعني كذي يعني عرفت؟ يعني الجهاز وايد كان بيسك ولكن المعلومات اللي كان فيه يعني والأشياء اللي موجودة فيه الفيتشرز اللي موجودة فيه كانت وايد متقدمة. يعني مثل ما قلت لك أنا كانوا دارسين الموضوع تماماً. يعني قبل هذا كان في بعض الأجهزة كانت موجودة كانت بيسك جداً يعني تشغله مجردك تخلص الرايد ينتهي الأمر خلاص، ما في أي ريكورد ما في أي تسجيل، مجرد أنك تشوف الرايد مالك اللي اليوم شو سويت فيه. ولكن بعد ما جاء غارمن وكان من أوائل الشركات الموجودة في السوق، يعني ما كان في جهاز ثاني وما كان موجود كان أجيبه أنا أونلاين، فجبت أول جهاز كان 300 أتوقع 305، بعدين نزل 705، نعم، وبعدين نزل أنا أخذت عقب 510 عقب 520 عقب نزل 1000، نعم، اللي كان شوية الشاشة كانت أكبر شوية وشوية في ألوان، وبعدين نزل اللي بعد اللي هو 1030 عقب نزل 1040 عقب نزل 1050. فالأجهزة هاي كلها مريت عليها. والحلو في الموضوع أنه أول ما بديت أنا في 2007 إلى الآن عندي ريكورد كامل. يعني جت شركة ثانية عرضت عليه قالت أنا أبغي بعطيك الأجهزة كلها بس أنك تحول من غارمن إلى جهاز ثاني، تمام؟ هالموضوع كان في 2014-2015. قلت لهم لو تسوون المستحيل انا ما اقدر احول. قال لي ليش؟ قلت له لان انا انسان احب الارقام. قلت الحين لو تقول لي كم مسافه سويتها من اول ما بديت السايكلينج الى الان انا بطلع لك. تقدر تطلع من اقدر اطلع لك كم حرق اللي حرقته مثلا من سعرات حراريه، كم صحيح. مسافه سويت، كم ساعه سويت سايكل، كم كان الافريج هارديت مالي في المده هذه كلها، في كل يوم بطلع لك. قلت هذا تقدر خلاص انا ما اقدر اترك هالتاريخ هذا كله واسير على جهاز ثاني. زين هذا شيء. الشغله الثانيه قلت معظم الاجهزه يعني كنت اتابع الاجهزه اللي تنزل، فقلت الاشياء الخصائص الموجوده في جهاز غارمن الى الان ما في جهاز ثاني يقدر يضاهي. يعني الغارمن كونكت تطور وايد، صحيح. زين وايد مهتمين فيه الجماعه يعني في الغارمن بحيث ان يقدرون يعني يطورونه بين فتره وفتره يوصلون الى مستويات وايد عاليه. فيها كل شيء. يعني الحين مثلا يوم تي حق الغارمن ليش تقول لي مثلا انا استخدم الفتره كلها وانا ما تركت مثلا الجهاز هذا؟ لان الغارمن مش فقط للسايكلينج، الغارمن للنوم استخدم غارمن. الساعه هاي ما افسخها من يدي 24 ساعه، فالنوم استخدمها، في الجيم استخدمها، لدرجه اني انا اسوي التكرارات يحسب لي التكرارات كم. نعم تمام، يعطيني بعد ما ارجع من البيت مثلا اقول مثلا سويت بوش اب مثلا كذا، سويت الظهر، سويت كذا، كل الاشياء هاي موجوده وانت تختار وتعدل. بعدين تي يوم الثاني تعرف انت مثلا شو التمرين اللي كان عندك وتقدر تتمرن على هذا. لو الشخص وايد مهتم بالمواضيع هذه في الجيم تقدر تستخدم، في الجري تقدر تستخدمه ما عندك، في المشي تقدر تستخدمه ما عندك مشكله، في السايكلينج تقدر تستخدمه. فانت حياتك كلها استوت، يعني هو يقدر يدخل في كل حياتك يعني، وارقام يعطيك ارقام سواء كنت تتمرن او سواء كنت نايم او كنت في حياتك العاديه بتراقب يعني الوضع الصحي 24 ساعه. 24 ساعه الباور، يعني اول ما بدوا بدخل الباور في عمليه يعني هم اللي طوروا موضوع الباور، لان الباور كان قبل كان محصور على الكرانك نفسه. زين وبعدين سمعنا نحن، اتذكر من الناس اللي كنت اتابع موضوع الغارمن، الغارمن راح ينزل بدل، وهذا كان شيء يعني وايد يساعدنا نحن كدراجين، خاصه المسافر برا، او انك انت تشتري او تقتني باور ميتر، ولو بعت الدراج انت الباور ميتر هذا يتم معك. اول باور ميتر نزل في السوق على مستوى العالم يعني. زين ما في اول شركه نزلت هي الغارمن، نزلت البادل كانت 2014 تقريبا، فاشترينا اول شيء. فاشتريت اول فيرجن، اخذت الفيرجن الثاني فيكتور 1، كان فيكتور 1 فيكتور 2 بعدين فيكتور 2 عقب فيكتور 3. زين ثلاثه موجودات عندي، حتى الاول وحده هاي خلاص انتهت يعني ما قامت تشتغل يعني. فالحين عندي الفيكتور 3 اللي هو آخر واحد. الآن بحكم أنك مارست رياضة السايكلينج يعني من سنين، طبعاً أكيد أنت شاهدت التطور اللي حصل بالتكنولوجيا بشكل عام وبشكل أخص في جانب الرياضة. يعني كيف قدرت تواكب هذه التطورات؟ ومن وجهة نظرك شو الغارمن ساعدت في إنجاز أو في نجاح هذا التطور اللي وصلنا له الآن في عالم الرياضة؟ شوف الأرقام وايد مهمة. يعني الحين مثلا بالأرقام يقدر يقول لك المدرب مثلا أنك تتاخذ بطولة معينة ولا لا. إذا عندك الأرقام موجودة وأجهزة تعطيك أرقام خلاص الموضوع انتهى. فالغارمن عندك الباور ميتر، زين، وعندك الجهاز نفسه ويحلل لك الأرقام كلها ويعطيك إياها جاهزة.
تمام. صحيح. مجرد انك تدور ريلك وتوصل البيت، مجرد تنزل على الجارمن كونكت كل شيء قدامك. صحيح. تمام. وطبعا الجزء الثانيه تستعين بالجارمن بحيث ان تحلل الارقام هذه اللي ياخذها الجارمن، تريننج بيك، سترافا. نعم. تستعين بالاجهزه هذه، ترى ما عندها هي اجهزه بروحها يعني. ما عندها اجهزه، فتاخذ سورسها ما كل الاجهزه هذه، فياخذون الارقام هذه والارقام هاي تحلل. الارقام هاي اللي تحلل هي الارقام اللي احنا نشوفها دائما في تور دي فرانس وجيرو والطوافات العالميه. زين، منو اللي طلع الارقام هذه؟ منو اللي سوى؟ هاي الشركات اللي هي الجارمن وغيرها من الشركات اللي تسوي الاشياء هذه، ومن ضمنها طبعا وجارمن لان هي بدت في موضوع التطوير هذا وان تبني يعني الداتا بيس بالطريقه هاي، هم اللي بدوا والشركات الثانيه تبعتها، فهي البايونير تعتبر بالنسبه لها، هي مكتشفه الارقام. صحيح. هذه تمام. الجارمن نفسه في مثلا انت تبغى لو تبغى تدخل ماراثون مثلا او تبغى تدخل تدريب معين، انت تقول له تعطيه شو تبغى تسوي، مثلا ابغى اسوي مثلا 10 كيلو ماراثون، يعطيك جدول بحيث ان يوصلك التاريخ اللي انت تبغيه الى النتيجه اللي تبغيها يعني. صحيح. عرفت؟ فهاي الاشياء موجوده كتدريب يعني. نعم. انت تقدر تقول له مثلا دربني، مثلا ابغى تدريب، هذا الذكاء الاصطناعي طبعا يتحكم فيه تمام، بناء على الارقام اللي تحطيتها في الجارمن يعني، بناء على تاريخك الرياضي في الجهاز نفسه. الجهاز تعرف عليك، الجهاز تعرف عليك لدرجه انه يعطيك يقول لك عمرك انت الرياضي مثلا الافتراضي. صحيح. مثلا كذا يعني، مع الرياضات اللي انت تسويها مع الرياضه مع الداتا بيس اللي عنده يقول لك انت عمرك الحين كذا، حتى لو مثلا انت عمرك 40 يقول لك انت الحين عمرك مثلا 35 فعليا يعني، على الارقام اللي تحطيها مقارنه بالعالم اللي موجوده حواليك. عرفت كيف؟ فيعطيك كم عمرك الحالي يعني بناء على التدريبات اللي تسويها، بناء على التدريبات، بناء على الارقام اللي موجوده فيه، لان هو ياخذ عندك الهارت ريت، ياخذ الاشياء هاي كلها يخليها بعد تحليل 4-5 سنوات راح يعطيك ارقام اكيد وايد تكون قريبه للواقع يعني. غير ذلك ما في جهاز ثاني انت يحسب انت كيف شو الباور اللي تولده في وقت معين تمام. ايضا الهارت ريت بنفس الطريقه، فلذلك انت دائما عندك الهارت ريت وعندك الباور ميتر، هم الاثنين هذيل اللي يقدرون يطلعوا لك المخرجات الثانيه كلها يعني، وفي تنبني عليها المعادلات. فاذا كانت القراءات هاي غلط، سواء كان باور ميتر سواء كان من الهارت ريت، فالموضوع كله تماما اختفى يعني. خلاص لا ارقامك انت الباور صح، ولا انت حتى السعرات الحراريه تشوف انت قدامك كلها تكون غلط. حابين نعرف احمد شو يستخدم، شو يفضل من استخدام اجهزه الجارمن في الرياضات اللي انت تسواها؟ شوف انا بحكم اني انا يعني امارس السيكل بشكل دائم، اجهزه الكمبيوتر السيكل هذا بشكل دائم من اول نسخه نزلت الى الان كلها استخدمها يعني. صح ان النسخ القديمه راحت علي ما احتفظت فيها، ولكن اللي هي بعد الثلاثين موجوده، الاجهزه كلها موجوده، فاستخدم كل كمبيوترات الجارمن. زين، وما اقدر استغنى عنها ابدا يعني. احيانا يوم اسافر اخذ جهازين معي، بحيث لو جهاز اخترب ممكن استخدم الجهاز الثاني. ساعه الجارمن استخدمها بشكل دائم، لان استخدمها في الجيم واستخدمها في الجري، لان هالشغلتين دائما استخدم الجارمن، لان ابغى اعرف الارقام اللي اسويها في الرياضات هذه تمام. طبعا اضافه الى ذلك، انا تفاجات ان في واحد من الطيارين قال لي ان اجهزه الطيارات الموجوده، طيران الامارات، الاجهزه الموجوده اللي يستخدمونها هم كالطيارين، قال كلها اجهزه جارمن، لو جارمن 1000 اتوقع الحين نزل. نعم. جارمن 3000. نعم. زين، انا هذا تفاجات فيه يعني. انا حتى في ساعات حق الطيران بالضبط، الحين في ساعات، طبعا في ساعات حق الطيران. نعم. انا اللي شفته يعني في ساعات حق الطيران، وفي ساعات حق الكابتن اللي هو مسفن. صحيح. وفي ساعات حق الجولفر. من وجهه نظرك كلاعب لديه خبرات واسعه في مجالات عده رياضيه، كيف من وجهة نظرك نقدر نرفع مستوى الوعي لدى المجتمع عن أهمية الرياضة؟ شوف، هذا الشيء بيد أول شيء نحن الرياضيين الموجودين كيف ينشرون اللعبة. ولذلك نحن أنا يوم أتكلم عن المواضيع هذه الرياضية، الهدف الأساسي منه تثقيف الناس، أن الواحد يوم يصير يشتري شيء صح، سواء كانت أجهزة، سواء كانت دراجات، سواء كانت جيور او برنجات او اي حاجه خاصه بالدراجات او اي شيء ثاني يعني خاصه بالرياضه، او انت تدخل المجال هذا ولا ما تدخل تمام. فهالاشياء هذه يعني دور كبير على الشباب اللي يمارسون اللعبه هذه، والدوله نفسها طبعا اذا ساهمت في ان تطور من 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 موضوع الرياضه تقدر تطوره بكل سهوله.
زين اذا الدوله مش مهتمه هني تستوي الاشكاليه. احمد المرزوقي قدوه الكثير من الشباب خاصه الشباب الاماراتي، نصيحه توجهها للشباب اللي هم توهم بادئين في الرياضه وايضا اللي حابين يدخلون اجهزه الجارمن في التمرينات؟ شوف يعني انا اقول الشخص اللي يبغى يدخل يحاول يدخل بسرعة وقت، يعني لا يسوف في الموضوع سواء كان صغير او كبير. وبعدين بالنسبه للاجهزه، كل ما تاخذ انت جهاز يناسبك زين ويعطيك ارقام صح، كل ما انت تشجعت اكثر، لان هاي الاجهزه اساسا يعني الجارمن وغيره تشجعك على التدريب. يعني نعم. انت كل ما تشوف ارقامك زين كل ما انت تتحمس اكثر انك تتدرب، تمام؟ فهذا الشيء اللي يحمسنا احنا اليوم. مثلا ادخل جهاز الجارمن اشوف مثلا او تعرف انا حاط التارجت مالي انا اسوي في الاسبوع مثلا 250 كيلو او 300 كيلو، الجارمن يعطيني يقول لك ترى باقي لك انت مثلا 100 كيلو تسوي بعدك ما سويته مثلا خلال اسبوع، فخلال اسبوع تحاول تخلصه ال 100 اللي عندك. اذا ما عندك شيء مثل هذا ما تعرف انت كم الرقم اللي سويته، وما في تشجيع وما في موتيفيشن، عرفت؟ ما تتحمس انك تسوي، ولكن يوم تشوف الارقام والاجهزه هذه طبعا تشجعك انك تمارس بشكل افضل واكثر. يعني فانا اقول اللي ما بدا يبدا واللي بادا يستمر. اشكرك اخي احمد على وقتك الثمين وعلى قبولك للاستضافه، بصراحه المعلومات جدا قيمه، ما اريد اخلص اللقاء، ولكن ان شاء الله لنا حلقات جايه ان شاء الله مع بعض ونتكلم على مواضيع ثانيه. الله اشكرك، شكرا لك. شكرا شكرا.